المرحلة التانية بعد الجاس ميكسر هي الانسبيراتوري سيركت. الانسبيراتوري سيركت بيبقى فيه عندنا هنا الميكس جاس اللي احنا اخدناه من الجاس ميكسر، بيدخل على بروبورشنال فالف. البروبورشنال فالف ده بعد كده هو اللي بيحدد ايه اللي رايح للبيشنت. بيسكلي انا هدفي ان انا لو انا بعمل بريشر كنترول بيبقى معنى كده بحط بريشر بفاليو محدده من اليوزر، او لو كنت بعمل فوليوم كنترول بحط هنا فلو ريت محدد برضو او حسب الفوليوم اللي انا عايزه برضو بيبقى محدد برضو بالنسبه من اليوزر انبوت. وبالتالي انا هدفي دلوقتي ان انا يا اما كنترول البريشر يا اما كنترول الفوليوم اللي هو بيسكلي اسينشالي جاي من الفلو ريت. فبالتالي بيبقى في عندي هنا البروبورشنال فالف دوت الكنترول جاي من المايكرو كنترولر برضو عن طريق ايزوليتد درايفر. بيبقى في عندي هنا فيدباك من البريشر سنسور، بيبقى في عندي هنا بريشر سنسور بيقيس لي البريشر بعد البروبورشنال فالف، ويبقى في عندي فلو سنسور برضو جاي لي من يعني بيقيس الفلو ريت اللي رايح للبيشنت. وبعد كده ده بيعمل فيدباك، هما الاثنين بيعملوا فيدباك للمايكرو كنترولر علشان يقدر يحدد اذا كان البريشر مظبوط ولا لا، او يقدر يعمل له كنترول يعني يقدر يخلي البريشر اراوند الفاليو اللي انا عاوزها، او يخلي الفلو ريت برضه بالفاليو اللي انا عاوزها حسب الكنترول في البروبورشنال فالف دوت. طبعا بعد كده بقيه السيركت بيبقى فيها ادجستبل بريشر ليميتنج فالف، يعني بيبقى في عندنا فالف هنا بحيث لو البريشر كان زايد لاي سبب من الاسباب عن الحد اللي ممكن يكون سيف بالنسبه للبيشنت بيعمل فينتنج للهواء اللي خارج، الهواء اللي هو البريشر الزياده دوت. بعد كده بقى في تشيك فالف علشان يخلي في يوني دايركشنال فلو من الميكسد جاس للبيشنت، ما ينفعش ان يرجع الهواء في الاتجاه المعاكس عشان ما ينفعش يبقى في ري بريذنج. بيبقى فيه بعد كده البريذنج سيركت اللي هي مجموعه التيوبس اللي بتروح بعد كده للبيشنت، وبيبقى فيه بعد كده الهيت اند مويستشر اكسشينجر اللي هو بيعمل يعني بيرطب وبيدفي الهواء اللي رايح للبيشنت، وبعد كده للبيشنت ماسك بعد كده. طبعا بنتكلم البيشنت ماسك او لو احنا بنعمل مثلا انتيوبيشن يبقى معنى كده بتكلم على التيوب. ففي الاخر بيبقى فيه عندي هنا كنترول لوب شغاله علشان تخلي البريشر يا اما البريشر ثابت يا اما الجزء اللي هو له علاقه بالفلو ريت يكون ثابت. طبعا احنا ممكن الجزء اللي هو نتكلم الكلام ده بيحصل في عمليه الانسبيريشن. عمليه الاكسبيريشن بيبقى الفالف ده بيبقى كومبليتلي كلوزد، يبقى بيسكلي انا مش عايز اي بريشر خالص ولا عايز اي فلو ريت، فبيسكلي انا بقفل خالص. طبعا فلو ريت هنا بيبقى تقريبا بيبقى في الجزء دوت، يعني فلو ريتس اللي بنتكلم عليها هنا دي بالنسبه للبيشنت، انما بتكلم على يعني بتكلم على التشيك فالف ده بيمنع حتى يعني ان في مرحله الاكسبيريشن المفروض ان ما فيش هواء جاي من هنا خالص. كل اللي بيحصل ان البيشنت بيطلع الهواء في الاكسبيراتوري ليمب اللي هو الاكسبيراتوري سيركت. فبالتالي عمليه الكنترول لوب دي بتحصل بس في عمليه الانسبيريشن. وطبعا انا بحدد امتى انتهي من الانسبيريشن عن طريق ممكن كذا حاجه، يا اما ان انا الفوليوم وصل لحد معين، يا اما الفلو قل لدرجه معينه يعني قل بقى بيلو سيرتن ثريشولد. طبعا احنا عندنا لما بناخد نفس زي اكننا بنشحن كاباستور، بعد فتره الكرنت بيبتدي اللي هو بنشحن بيه الكاباستور ده بيبتدي يقل لغايه لما يوصل يبقى قرب الصفر، عمره ما يوصل للصفر، يوصل صفر ات انفينيتي. بس بتكلم هنا ان انا لما بحط ثريشولد معين، لو انا قليت عن ثريشولد معين خلاص بقول ان انا كده تقريبا وصلت للصفر وخلاص، يبقى كده مرحله الاكسبيريشن خلصت، يبقى معنى كده بسويتش لمرحله الاكسبيريشن بقفل الفالف ده خالص. لو بتكلم على الفلو نفس الكلام بالظبط، يعني بخلص هنا الفلو دوت وخلاص، بعد كده الجزء الثاني ده بيحصل بطريقه باسيف في مرحله الاكسبيريشن. فبالتالي الكنترول لوب عندنا بتحصل هنا في الانسبيراتوري سايكل او في الانسبيراتوري تايم، وبعد كده في الاكسبيراتوري تايم الجزء ده بيبقى متوقف تماما.